الأول في الدورة الثانية، درس الميكانيك، سنتكلم عن الحركة، طبيعة الحال الحركة والسكون، دونك لو موفمون. لنشاهد الصورة التالية، لنلاحظ معي الصورة. من هم الأشخاص الذين هم في حركة كسؤال؟ يتبادر لدينا السؤال الثاني، من هم الأشخاص الذين هم في سكون؟ إذن وصف حركة، لاحظوا معي هنا الشخص الذي يوجد في المصعد و الشخص، إذن يقول أنا في سكون. الطفلة تقول هو في حركة. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد هو في حركة وهو عندما يقول أنا في سكون؟ هل الجملة صحيحة بالنسبة لهذا الولد الذي يقول أنا في سكون والطفلة تقول هو في حركة؟ لا نعرف هل هذا صحيح أم خاطئ، وذلك راجع إلى في هو في حركة بالنسبة لماذا؟ شيء ما، أنا أقول أنا في سكون ونحن نراه أنه يصعد. إذن الجملة يجب أن يقول دائما لتصحيح الجملة، أن تكون الجملة مفيدة جدا عندما يقول أنا في سكون بالنسبة للمخدع. إذن فهذا الآن جملة أصبحت صحيحة. الطفلة تقول هو في حركة بالنسبة للأرض. الآن يمكن أن تكون الجملة صحيحة لأنها قالت بالنسبة للأرض. الوليدات هنا يجب أن نربط السكون والحركة بواحد المرجع أو بجسم مرجعي، إذا نأخذه كمرجع للحركة أو سكون جسم ما. إذا أنا سنتكلم عن ما نسمى بالمرجع، دونك ريفيرونسيال. دونك هنا الشخص في سكون بالنسبة للمخدع وفي حركة بالنسبة للأرض. إذا الطفل تراه أنه ينتقل، يعني في حركة بالنسبة للأرض، والشخص يقول أنا في سكون بالنسبة للمخدع، وهذا الآن صحيح. إذا الشخص في سكون بالنسبة للمخدع وفي حركة بالنسبة للأرض. إذا لاحظوا معي الشخص له صفتان، أنه في سكون بالنسبة للمخدع وفي حركة بالنسبة للأرض. إذا حركة وسكون هذا الشخص ترتبط بما يسمى بجسم مرجعي آخر. إذا في الحالة الأولى هو المخدع، وفي الحالة الثانية فهو في حركة بالنسبة للأرض. إذا لتحديد حركة أو سكون جسم ما، يجب اختيار جسم آخر يسمى المرجع أو الجسم المرجعي. دونك يسمى المرجع سي لو ريفيرونسيال او لوبجي دو ريفيرونس. إذا هنا إذا لتحديد حركة أو سكون جسم ما، يجب اختيار جسم آخر يسمى المرجع، أو نسميه أيضا الجسم المرجعي. إذا يكون الجسم في حركة، إذا يكون الجسم في حركة بالنسبة لمرجع إذا تغير موضعه بالنسبة لهذا المرجع. إذا يكون الجسم في حركة بالنسبة لمرجع إذا تغير موضعه بالنسبة لهذا المرجع. إذا الطفل ابتعد عن سطح الأرض نحو الأعلى، نقول أنه في حركة بالنسبة للأرض. والطفل داخل المخدع، هو واقف داخل المخدع، فإن المسافة بينه وبين المخدع لم تتغير، فنقول أن الطفل في سكون بالنسبة للمخدع. إذا لدي هنا أمثلة. إذا الشخص أ، أولا نصفه
الوضعية: الشخص A واقف في المحطة والقطار يتحرك. إذا الوليدات ركزوا معي في هذه الجملة. الشخص B جالس في مقصورة القطار والمراقب C يتحرك داخل القطار. إذا هنا سنصف الحركة. إذا الشخص A في سكون بالنسبة للمحطة لأنه واقف في المحطة. إذا الشخص B فهو في سكون في حركة باردون في حركة بالنسبة للمحطة لأنه يبتعد عنها. إذا هنا الشخص السي كيف هو بالنسبة للمحطة؟ إذا فهو أيضا في حركة بالنسبة للمحطة لأن القطار يتحرك. إذا سنتكلم عن مقصورة القطار. إذا A في حركة بالنسبة لمقصورة القطار، B داخل المقصورة وبالتالي فهو في سكون بالنسبة للمقصورة، ثم C فهو أيضا في حركة بالنسبة لمقصورة القطار لأنه يتحرك داخلها. إذا أي نقطة من هذه المقصورة فالمسافة بينها وبين السي تتغير. إذا سنتكلم الآن عن ما يسمى بالمسار، دونك لا تراجيكتوار. إذا سنرى هناك محاكاة: عندما يتغير جسم ما يمثل الخط الذي يصل مجموع المواضع التي يسلكها مسار حركته. إذن أي جسم سلك طريقا فتلك المواضع التي تركها أو سلكها تسمى بمسار حركة هذا الجسم. إذن كمثال هنا تلاحظوا معايا هذا القطار، إذن يكون المسار مستقيميا مثلا هنا في هذه الحالة عندما يكون الخط الذي يصل المواضع المتحرك مستقيميا. إذا هنا لاحظوا معايا مثلا على طول هذا الشريط هنا في هذا الطريق فهو أو السكة الحديدية فهنا عبارة عن مستقيم، نقول أن مسار هذا القطار فهو مستقيمي. إذا هنا بالنسبة لهذا المتزلج، بالنسبة لهذا المتزلج فإنه يترك آثارا إذا منحنية، إذا فهو مسار منحني. إذا يكون المسار منحنيا دونك لا تراجيكتوار كورفيلين عندما يكون الخط الذي يصل مواضع المتحرك منحنيا. إذا منحني، إذا لاحظوا معي مثلا هنا هذا الساتل فهو يقوم بدورة حول الأرض. إذا هنا يكون المسار دائريا يعني سيركولار عندما يكون الخط الذي يصل مواضع المتحرك دائريا. إذا حركة الدوران لاحظوها معايا. إذا كملحوظة يرتبط مسار حركة جسم بطبيعة المرجع الذي نختاره. الوليدات مسار حركة فهو أيضا نسبي يتعلق بالمرجع الذي نختاره أيضا. إذا أنواع الحركة دونك تيب دو موفمون. إذا ثانيا من هذا الدرس نتكلم عن أنواع الحركة. إذا الوليدات لاحظوا معايا هذا القطار هذه المدورة. إذا ما الفرق بين حركة القطار وحركة المدورة؟ إذا حركة الدوران، ماذا نقصد بحركة الدوران؟ إذا نعتبر قرصا قابل للدوران حول محوره O، يعني محور يمر من مركزه O. إذا محور يمر من مركزه O عند دوران القرص. إذا عندما يدور هذا القرص سنلاحظ أن النقطة O لا تتحرك من طبيعة الحال، والنقطة A تتحرك وفق مسار دائري. لاحظوا معايا أيضا الساعة، إذا عقرب الساعة فهو يدور، إذا فمساره دائري. إذا نقول أن حركتها حركة عقرب الساعة فهو حركة دوران.
إذن يكون جسم في حركة دوران حول محور ثابت عندما تكون جميع نقاط الجسم في حركة وفق مسارات دائرية لها نفس المحور. دلوليدات، فجميع أي جسم في دوران حول محور ثابت، فجميع نقاطه لا تدور حول أو وفق واحد المسارات دائرية. إذن كل نقطة من هذا الجسم راه سيكون مسارها دائري، يعني عبارة عن دائرة لها نفس المركز مثلا O، ولها نفس المحور. يعني عندما أتكلم عن المركز يعني راه المحور الدوار. إذا حركة إزاحة، ماذا نقصد بحركة إزاحة؟ دونك موفمون دو ترانسلاسيون. دونك نعتبر نقطتين أو ب من جسم يتحرك وفق مستوى مائل، نمثل متجه أب ب في أوضاع مختلفة. إذا هتلاحظوا معايا محاكاة، لاحظوا معايا المتجه أب ب. إذا لدينا هنا قوس، إذا لاحظوا معايا عندما نزيح هذا القوس نحو الأعلى، إذا لاحظوا معايا المتجهة AB، إذا تبقى المتجهة AB لها نفس الاتجاه ولها نفس الطول من طبيعة الحال، يعني لها نفس الطول ونفس المنح. إذا لاحظوا معايا، إذا هذه المحاكاة. إذا هنا نقول لا يتغير الطول واتجاه ومنح المتجهة AB، نقول أن الجسم في إزاحة. إذا هذا القوس فهو في إزاحة، لأن أخذنا نقطتين A و B من هذا القوس، ولاحظنا أن عندما ينتقل هذا القوس فإن A B تبقى محافظة على نفس الاتجاه نفس المنحى ونفس الطول. نقول أن هذا القوس فهو في إزاحة. إذا بعد حركات الإزاحة، إذا هنا بعد حركات الإزاحة، مسار حركة السيارة مستقيمي، حركة السيارة إزاحة نقول أنها إزاحة مستقيمية. إذا كهذا هو مثال أيضا. إذا إزاحة مستقيمية. هناك بعض الإزاحات المنحنية ترانسلاسيون كيرفيلين. إذا غتلاحظوا معايا في هذه المحاكاة إزاحة دائرية. إذا كخلاصة لهذا الدرس، فهناك يكون جسم في حركة إزاحة إذا بقي كل من اتجاه وطول ومنح المتجه AB، إذا سمحونا أن المتجه AB فقط من سهم، من الجسم ثابتا. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، لا تنسونا من الدعاء. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.